الحلقه دلوقتي حمامتي شويه، معلش استحملوني لحد الاخر عشان الناس اللي بتعمل امساك وقلت لهم يجيبوا كرسي حمام وما بيعملوش. تعالوا اوريكم ازاي. بصوا يا جماعه، ادي كرسي الحمام زوم، حط نوم معايا خلاص كده. ما تيجي تقعد بقى القعده الصحيحه، بتطلعه كده خلاص وبتقف عليه كده خلاص، تبقى واقف كده اهو، ولما بتيجي تقعد بتقعد كده خلاص وتتني كده ايه ظهرك. ده بيفتح العضله العانيه اللي ورا بحيث انك انت تعرف تعمل عمليه الاخراج. ما تنسوش تدعوا لي بس لما تطلعوا بره ايه الحمام. قلت لكم الطريقه القعده الصحيحه، تعال اقول لكم على بعض الوسائل الثانيه هتحل لك مشكله الامساك تمام. اوعى تكتم الرغبه، لو جات لك الحضور وانك انت عايز تدخل الحمام ادخل الحمام، حضر كرسي حمامك، ركبك سليمه، اقعد نط كتير، نط حبل، اعمل مساج لمنطقه البطن، معلقه زيت زيتون على معده فاضيه، كتر من بذور الشيا، بس خد بالك الياف من غير ميه عامله زي مشت، من غير ايه؟ من غير عود كبريت. فعشان الدنيا تولع معاك والدنيا تسلك معاك لازم اشرب كميات كافيه من الميه. من بعض الاخطاء اللي بتحصل عندكم انك انت بتاكل الياف، ولا باكل الياف؟ اه باكل الياف. طب بشرب ميه؟ لا ما بشربش ميه. الليف او الفايبر محتاج ميه عشان يتزق في القولون. في ناس كتير جدا بيبقى الالياف بتعمل لها اوبستراكشن او بتعمل لها اعتراض للقولون. انا ما اعرفش اللي ورا الكاميرا عنده المشكلة دي ولا لا، غير لما يبطل الالياف ويشوف الالياف هتروح ولا لا. مهم جدا تبقى انت عارف ان دواء المغنيسيوم باسط للقولون، وكمان مش دواء المغنيسيوم بس، ده ملح البوتاسيوم اللي احنا موجود فيه الخضرة، او انت ممكن ما بتاكلش خضرة كافية، ممكن تدوب نص كوباية ملح بوتاسيوم على كوباية مية. يبقى عندك البوتاسيوم والمغنيسيوم والمية والالياف. واخيرا لو انت بتاخد دواء كالسيوم، الكالسيوم بطبعه قابض للقابض وليس باسط، فلازم توقف دواء الكالسيوم. واخيرا بقى الناس بقى اللي هي بتستخدم الزبده والسمنه، تستبدل الدهون دي كلها بدهون ميديوم تشين ترايجلسرايد اللي هي ما تقعدش تتعقد في البطن، لان السمنه البلدي والدهون اللي هي اللي جايه من السمنه والبقره اللي هي الصحيه برضو بتمسك في البطن ماسكه رهيبه، فانت لازم تحولها لدهون ميديوم تشين ترايجلسرايد اللي هي متوسطه السلاسل الكيميائيه. فالامساك مهم جدا انك انت تحله، لان هو عرض هيخليك تكره الدنيا. ومعظمنا هو داخل الدايت كان بياكل خبز كتير، كان بياكل رز كتير، الحاجات دي كان فيها الياف، فكانت بتساعد على ايه زق القولون. اول لما بيخش دايت بيقلل في العيش، بيقلل في كميات الرز، فما بيعوضش بالالياف. يبقى اذا اول نقطه هو عدم التعويض الصحيح للفايبر اللي انت بتاخده. وكلنا في الحلقه دي لازم نهتم بالالياف وشرب الميه كتير ونعمل حركه وننط لو احنا ركبنا سليمه. وبالاخص صح امبارح سالوني لو انا ما اقدرش اطلع واقعد على الكرسي الحمام، اقعد وبعد كده ارفع رجلك، بس انا شايفها صعبه بصراحه. انا اللي بشوف اسهل انك انت تقف وتنزل. السلام عليكم.